أهلا بكم في ملعب الغد تتواصل المفاجآت في دور ستة عشر مصر صاحبة الأرض والجمهور تودع المونديال على يد جنوب أفريقيا منتخب الأولاد يقهر صمود الشناوي يخطف هدفا في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء سؤالنا التفاعلي معكم هل يبقي الاتحاد المصري لكرة القدم على المكسيكي أجيري مدربا للمنتخب أم سيتم إقالته بل سأذهب أبعد من ذلك هل يستمر اتحاد كرة القدم المصري برمته أم لا معرفش والله كنا بنلعب حلو قوي النهارده وكنا بنوصل لغايه الجون نيجي أهلا بكم في ملعب الغد تتواصل مفاجآت دور الستة عشر في المونديال مصر صاحبة الأرض والجمهور تودع المنافسات على دي جنوب أفريقيا منتخب الأولاد يقهر صمود الشناوي يخطف هدفا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة سؤالنا التفاعلي معكم هل يبقي الاتحاد المصري لكرة القدم على المكسيكي أجيري مديرا فنيا للفراعنة أم سيتم إقالته بل سأبعد معكم أكثر من هذه النقطة، هل يستمر اتحاد كرة القدم المصري برمته أم لا؟ ما أعرفش والله كنا بنلعب حلو قوي النهارده وكنا بنوصل لغاية الجون، نيجي عند الجون بقى ما أعرفش اللي بيحصل. رقم واحد بداية اختيار المنتخب أصلا في اللعيبة، كل واحد أصلا في المركز بتاعه ماليش بديل الكفء بتاعه، الخطة أصلا ما فيش مدرب أصلا بخطة معروفة، ما جملة أصلا بادئ بيها المدرب. المنتخب تالت المجموعة بتاعة المغرب هو اللي بيكسبك وانت اول مجموعة الفريق بيلعب اي كلام مش عاجبني الفريق الفريق بتاعنا المنتخب المفروض يلعب احسن من كده انا انا شايف مفيش خطه مفيش خطه خالص انا مش عارف هل دي مشكله لعيبه ولا مشكله مدير فني بس انا مش شايف في روح خالص مفيش اي روح خالص في الملعب مفيش فكره خالص عند المدرب وفي لعيبه لا تصلح انها تكون لعبه دوليه ممكن في لعبة محلي كويس حلو قوي قوي وهو مش دولي لا هم كانوا بيلعبوا الصراحة متخاذلين شوية بس يعني ما الأداء ما كانش لطيف والشناوي كان المان أوف ذا ماتش فعلا يعني وحشين أوي أوي ومن أول البطولة إحنا وحشين وحشين وما نستاهلش أي حاجة للحديث عن مواجهة مصر وجنوب أفريقيا انضم إلينا في الاستوديو يشاركني هذه الحلقة المحلل الرياضي المصري أحمد الجوهري مساء الخير أحمد مساء الخير محمد سعيد اني معاك انا اسعد مش عارف ابدا منين هل الخساره للفراعنه كانت منطقيه نظرا للاداء الهزيل في دور المجموعات هل البدايه تكون مع قراءه اجيري الغير منطقيه لمجريات اللقاء هل البدايه تكون في مساله اوراق غير موجوده على دكه البدلاء من اين نبدا يا أه الحكايه تبتدي من نهايه كاس العالم اللي فات أه دايما لما تيجي تحلل اي حاجه انت انت او اي اخفاق تبتدي تشوف اسبابه ايه؟ اسبابه دي لازم تبتدي هو هرم هو تسلسلي من اول اتحاد الكوره مرورا باختيارات اجيري بالمشكله الاخيره اللي حصلت كل النتائج دي وكل العوامل دي تؤدي للمنظر اللي احنا شفناه النهارده أه انت لعبت اربع مباريات على ملعبك أه ملخصها ان انت لو فتحت اول مباراه جيت بصيت عليها فنيا نفس المشاكل تاني مباراه مفيش تحسن في الاداء هو هو نفس المشاكل تالت مباراه لغايه رابع مباراه لما واجهت فرقه محترمه فرقه عندها تنظيم صفوف انت كنت بتكسب التلات ماتشات الاولانيين ازاي محمد؟ بحلول فرديه لكن اول لما لعبت مدرب محترم باكستر لعبت فرقه عندها تنظيم دفاعي زي ما بنقول كشفت عيوبك النتيجه ان انت خرجت وانت بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك اول درستوش. هدف يدخل في شباك الفراعنة يطيح بالامال ويطيح بالمنتخب ويطيح باللاعبين التعليقات سريعة ما شاء الله اول تعليق من احمد غنيمة الاتحاد نفسه لازم يمشي يعني ليس فقط اجيد الاتحاد نفسه لازم يمشي زي ما قلت تحت طيب تحتاح يقول توقعت خروج مصر البارحة صحيح جاء الينا بهذه التوقعات البارحة ان شاء الله الجزائر اوكي يا سيد طيب احمد هاني يجب استقاله الاتحاد ثاني تعليق في اقل من 30 ثانيه ابو خديجه محمد صلاح يرفض التاهل لدور ربع نهائي تضامنا مع المغرب <applause> الله على اخلاقك يا فخر العرب اوكي بكر نيل حمد ابو يوسف يجب ان يستقيل الاتحاد احمد هاني عثمان عبد العزيز ايموشنز عمر الطيب المستوى ضعيف من الدور الاول هذه هذه نقطه تستحق التقدير والاحترام فنيا لما كان الاداء هزيل الى هذه الدرجه للفراعنه منذ ان بدا الكان 2019 طيب أه... عايز تبتدي فنيا ولا نبتدي نتكلم الاول على اتحاد الكوره زي ما هي الناس قالت وزي ما انا ابتديت معاك خلينا مع التعليقات طيب أه... فنيا انت عندك مشاكل اولا انت لما تيجي تبص على قائمه المنتخب خلينا ابتدي معاك من الاول اجيري كان الهدف من قبل ما يخش البطوله قبل ما مصر تستضيف الكان كانت قالت صريحه آه ان انا مش هدفي ان انا اكسب البطوله قبل ما مصر تنظم البطوله وانا بعد جيل من الشباب الى آه ان هو يتاهل الى كاس عالم 2020 2022 آه متاسف فكانت كل خياراته حاجه تانية غير اللي احنا شفناها يعني كان في لعيبه كتير زي محمد هاني زي عمرو السوليه كنا بنشوفهم في المنتخب ما ده يطرح سؤال من الذي قام باختيار لاعبي المنتخب؟ اجيري ام غيره؟ غيره طب من؟ اتحاد كوره في سؤال برضو في الشارع المصري كله بيتكلم عليه ان مدير اعمال اجيري هو هو مدير اعمال لعيبه كتير قوي موجوده في المنتخب. ما هو انت ماذا تعني هذه الكلمات؟ تعني هذه الكلمات ان الاختيارات مش منطقيه ما هو بص بص محمد انت لما سمح اجيري بتدخل غيره في انتقاء اللاعبين طب هو ليه سمح اجيري ان عمرو ورده في المشكله الاخيره ان هو يخرج بره المنتخب ومين اللي سمح برضه ان عمرو ورد ان هو يرجع ما هي دي الفكره تقصى الضغوط طبعا ما هو مين المسيطر اتحاد الكوره هو مش اجيري هو اللي بي بي بيختار واضح جدا ان كم يتقاضى اجيري 108 الف يورو بالمساعدة ما هو مقابل هذه المبالغ خرجت من دور 16 مين بقى يحاسب بالضبط مين بقى اللي هي وحا... المفروض ما هي هي تسلسل ما اذا كان الاتحاد سيتم اقالته كما يطالب ال... الناس تعليقات تقول هذا اولا انت اهدار مع العالم ما هو لازم ما هو مع الموضوع بره الاطار الفني انت دلوقتي مهزله كاس العالم مين اللي اتحاسب عليها يعني انت دلوقتي خرجت من كاس العالم السنه اللي فاتت باداء هزيل نتيجة مخيبه للامال كان في مشاكل واقتحام للمعسكر زي ما احنا الناس كلها كانت عارفه كملت بال... بالمهزله اللي احنا شفناها النهارده وهي مهزله اتحاد الكره المصريه مشاكلها كترت قوي خليني اقول لك على حاجه برضه محمد لازم الناس تبقى فاهمها هل انا المفروض ان ان تخبط الدوري المصري اللي احنا شفناه على مدار عام كامل وان هو مخلص لغايه دلوقتي ده ما اثرش طبعا قصر في ارهاق كبير جدا لعيبه منتخب مصر المحليين موجودين على ارض الملعب طيب الحاجه الثانيه اختيارات المدرب فنيا كده خلينا نتكلم بقى ككوره يعني طب خليني اقول بعض التعليقات لانها تتماشى مع ما تذكره يعني يعني هشام يقول يا اخي مع احترامي لمصر المنتخب المصري فقد الكثير خاصة من الجانب البدني والتكتيكي الطيب لا بد من إقالة المدرب أو المدير الفني إسلام فؤاد إقالة اتحاد الكورة لازم بعد فشلنا في روسيا وفشلنا في البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا الطيب جنوب أفريقيا سيطر بطول وعرض المباراة وأنه يستحق الفوز وبعض التعليقات تحيا الجزائر من عثمان وسلام من الجزائر للطيب وغيرها بص هي محمد دلوقتي انت بعيد عن اتحاد الكوره دلوقتي خلينا ك... انا عايز اكلمك كوره طيب طيب كلمني في التشكيل طيب انت مين تغييره التشكيل انت بدأنا مين... في ازاي لا انت مرزي. انت المشكله مش في التشكيل المشكله إختيارات عموما مين يقول ان انا ما ينفعش ان انا بعد عبد الله جمعه وال... والموسم الخرافي اللي هو م. بيعمله ما ان عبد الله ما بيبقاش موجود ان انت واخد اثنين باك ليفت ما بيلعبوش في المركز ده اصلا اللي هو احمد ايمن منصور ايمن اشرف بقالهم اكتر من سنه بيلعبوا في قلب دفاع مين يقول ان دول يبقوا موجودين وعبد الله جمعه بالمستويات اللي هو بيعملها مش موجود طيب سؤال اللي برضو الشارع المصري بيساله واي حد بيتفرج على كوره قبل ما يكون محل بيساله هل محمد النني كذا فرصه خدها كان موجود كتير قوي اشترك هي التشكيله دي نقطه انا عايز بس عشان الناس تشوف التشكيل ونشوف اللعيبه وتمركزاتها ونشوف بقى النقطه اللي متعلقه بالنني وعبد الله السعيد ومروان محسن احنا عندنا علامات استفهام ودوائر كتيره جدا في حراسه المرمى طبعا كانت من نصيب محمد الشناوي هو بطل اللقاء حتى لو المنتخبات خسرت خط الدفاع بدا باحمد المحمدي في اليمين وايمن اشرف في الشمال وكوبايه الشاي والكبري اللي عمله ما عندناش فيه مشكله لكن برضه الفراعنه مشيت في جهه اليسار احتل احمد حجازي ومحمود علاء قلبي الدفاع للمنتخب المصري طيب وسط الملعب اللي فيه كلام كتير كتير قوي النني ومعاه طارق حامد وعبد الله الصعيد قدام وقدامهم من ناحيتين بقى تريزيجيه الناحيه دي ومحمد صلاح وقدامهم في المقدمه او راس الحربه مروان محسن. أه كلمني بقى حط بقى كم علامه استفهام في في التشكيله طيب. وعلى التغييرات كمان. اول نقطه اللي اتكلمنا فيها فكره ان انا عبد الله جمعه يبقى مش موجود في المنتخب ما ده ظلم. <متحدث> عبد الله جمعه بعد الموسم الطويل العريض اللي احنا شايفينه الراجل واصل نهائي الكونفدراليه بيكسب نهائي الكونفدراليه اساسي اشتغل مع نادي الزمالك وجراس اللي اخترع على المكان ده لعبد الله جمعه ليه عبد الله جمعه ما بقاش موجود طيب نص الملعب اللي هو سبب ازمتك الرئيسيه <متحدث> فنيا عمرو السليه زي ما بقاش موجود يعني ما هو انت دلوقتي انت بتختار تقريبا <متحدث> من آه الاهلي عايز عمرو مكان مين انت واخد ست علي غزال انت واخد ليه ست سردباكات علي غزال <متحدث> بيلعب في نص الملعب ما هو انت عندك دونجا ما هو انت واخد ثلاثه شبه بعض علي غزال دونجا طارق حامد ليه م. طب مين عندي بوكس تو بوكس النني طب النني مش موفق اللي هو اصلا بقاله سنه ما بيلعبش اوناي امري مستبعده من ارسنال مش موجود وفي م. كلام ان هو هيمشي طيب مين يلعب لك الحته دي عمرو السلهي كان لازم يبقى موجود مين حل عندك تغيير؟ عمرو ورده وليد سليمان صح م. طيب ازاي كهربا لا انا بكلمك على الحته اللي هي تحت وسط وسط. الوسط الوسط الهجومي طيب ازاي رمضان وكهربا يبقوا مش موجودين يعني مين يقول ان رمضان صبحي ما الكهرباء حرب في اتجاهات اخرى لا قبل قبل دي قبل دي بص يا محمد قبل دي كهرباء لازم إن موجود لم يقدم من اول لقاء لم يقدم المرجو من الجماهير المنتخب كله بص المنتخب كله محمد بس في اوراق كانت واضحه للتغيير ولم يكن يأتي هذا التغيير وكأن أجيري يده مشلولة في اتخاذ التغييرات حتى مش في انتقاء اللاعبين هذه علامة استفهام كبيرة للمصريين ولم كرة زي يا محمد هو بيتفرج على الماتش زيه زي أسألك سؤال إيه اللي أجيري يعني أنت عارف النهارده لما أجيري اتدخل الهدف اللي حصل ده إيه أنت فضيت نص الملعب لعبت طارق صح هو لعب 4 4 2 طارق وقدامه عمرو وردة النني حتى لو هو مش بيقدم المستويات اللي احنا عايزينها بس على الاقل كان واقف مع طارق صح لو انا هخرج مني يبقى التغيير صريح دونج ده هي كده مزبوط. حلو كده 100% مظبوط انت دلوقتي ما لعبتش ما لعبتش دونج. لعبت عمرو لعبت وليد سليمان وليد سليمان تحول الى طرف محمد صلاح مم. جنب جنب صحيح. احمد علي وعمرو ورده لعب جنب طارق ايه اللي حصل؟ اول كوره بالظبط كده وكانوا هيجيبوا الثاني فلما اجيري اللي هو اعلى راتب في بطوله افريقيا كلها تدخل باختياراته الفنيه في التغيير الثالث انت تسببت ان انت تخش في جول فهي دي الفكره انا دلوقتي بص يا محمد اي اي تحكوره طبيعي لما بيجي يتعاقد مع مع مدرب او حتى نادي بيبقى هو متوسم في المدرب ده ان هو دي مدرسه خاصه عايز يشتغل بطريقه معينه ايه ايه اجيري كان قاعد في البيت يا محمد ما هو لازم الناس تبقى فاهمه اجيري ده كان قاعد في البيت بقى ياخد اعلى من هيرفي رينار اعلى من من سيدورف مين يقول ان ان النتيجه ان انا صاحب الارض وانت مو... عفوا انت ما واجهتش منتخب قوي ما احترام جنوب افريقيا هو تالت اه هو منتخب كويس بس ثالث مجموعت. آخر... مجموعته ثالث مجموعته واغلبيه الاختيارات م... اختيارات محليه يعني كايزر تشيفز آآ آآ سان داونز ما فيش الل... مش المنتخب المرعب يعني انت ما لعبتش المغرب حد عامل لك علامه استفهام وتعجب بيقول لك اجيري اغلى مدرب في البطوله عل... علامات استفهام أه... محمد حربي يعني بيشكرك بيقول لك جار الشخصيه محترمه جدا وفاهم شكرا, شكراً. آه عبد بيقول تحيه الجزائر آه تيمو تحيه الجزائر يعني كميه انتقاد لمساله انه أجيري بياخذ اعلى اجر في البطوله لما لم يقدمه من اي اداء المنتخب المصري انتهى منذ آه حسن شحاته الطيب الطحطاح يعني التعليق ده يحتاج يحتاج الى تعليق آخر اصل كابتن اخد في مشكله برضو يا محمد الناس احنا كابتن حسن شحات عللنا سقف طموحاتنا قوي ان انت تحقق ثلاثه بطوله افريقيا ورا بعض فخلى اللي بعد كده انت دايما في متطلبات بقت عاليه قوي الشارع المصري برضو انت اتعودت على ستايل معين جوه لعب المنتخب المصري ان انت تلعب الكره الحلوه وبتحقق نتائج كابتن حسن شحات عمل لك المعادله دي دي معادله صعبه قوي يعني كوبر يعتبر كمدرب عمل لك اللي مطلوب منه انت كنت بتخش أوه. مثلا مع ما كنتش بالظبط له كان. ليه؟ أوه. لان انت الاداء ما كانش احسن حاجه يعني هكتر كوبر انت ما كنتش بتخش بطوله افريقيا ثلاث مرات دخل بطوله افريقيا وصل للنهائي دخلك كاس عالم بعد 24 سنه <تصفح> 24 سنه ال ال المحصله ان برضه كان الشارع المصري بينتقد لان الاداء ما كانش عاجبه تخيل يعني احنا كنا بننتقد من اجيل طيب آه. متاسف كوبر آه. كوبر, كوبر <تصفح> على الاقل كان عنده شكل يا محمد يعني صح. انت كنت بتشوف شكل آه. لا شكل دفاعي بالظبط كده بس في نقطه آه هنا معادله مش متزنه يعني آآ آآ لما كان المنتخب في دور المجموعات آآ آآ لا أداء على الاطلاق وكان في فوز ولم تهتز الشباك وتسع نقاط كامله وكلين شيت تمام. نظيفه تماما ولما بدانا في هذه المباراه يكون لنا شويه طبع هجومي او اداء في الشوط الاول لم يسفر عن اي هدف وبعد كده جه في الشوط الثاني سجل في المنتخب المصري الهدف القاتل مش غريبه ما هي خد بالك انت بتكسب ازاي ما هي لازم بقى نخش في التفصيله نفسها انت كسبت تلات ماتشات ازاي حلول فرديه هات لي جمله انت شفتها مع الراجل ده اللي هو خفير اجيري انا اصلا مستغرب لغايه دلوقتي يعني ازاي ما نزلش خبر عاجل اقاله خفير اجيري يعني دي بالنسبه لي في حد ذاتها تحط علامات استفهام كبيره قوي يعني هي ده ده, ده امر طبيعي ده الاتحاد تقصد طبعا مم. خفير اجيري لازم يقال يبدو ان الاتحاد بيبحث عن نفسه الان ما طبعا ما, هي ما هو الوضع صعب أوي. مين بيحاسب الاتحاد يعني هي دي بقى مين الفكره بحسب مين بيحاسب الاتحاد مم. اللي هو المفروض اصلا يحاسب اجيري طيب مم. انا الراجل ده انت بنتكلم دلوقتي في الحته الفنيه ان انت بتقول انما انت انت لعبت قد ايه ربع ساعه انت بالضبط كانت اول او ربع ساعه ليك شكلك كويس بس بدون خطوره ابتدى يبقى عندك خطوره شوف دنيا كتبت لك تعليق بتقول آآ آآ مالهم المصريين من ضغط الجمهور ربما واللعب في مصر ممكن هل ممكن لا 2006 يعني الجمهور الذي ابدل الجميع صوره ولا اروع من كده هل ممكن يكون عنصر الضغط الذي اقول لك على حاجه قتل طيب. الحلم مع احترامي لكل انا انا كنت موجود اغلبيه الماتشات كنت ببقى هناك ببقى بتابع يعني عايز اقول بس الناس حاجه مع احترامي لكل اللي كانوا موجودين في الاستاد مش ده جمهور الكره الحقيقي يعني يعني دي بقى قصه ثانيه بره بره القصه اللي احنا بنتكلم فيها فكره غلو التذاكر اللي كان موجود ده 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 اثر بشكل كبير لان انت جمهور الكره الحقيقي اللي هو قعد في البيوت ما شاركش في بطوله افريقيا م. اللي كان موجود ما عندوش الوعي ان امتى ان انا اشجع امتى ان انا فوق فرقتي طبعا دي حاجات بره ممكن الناس يقول لك اه دي من طبعا والله برافو ان انت حطيت ما هو ما هو خد بالك برضه محمد انت الناس دايما في الاخفاق لازم تشوف تفاصيل كتير يعني تخرج بقى بره الصوره مش فنيا فقط بس طبعا ما احنا اول حاجه اتكلمنا ايه اتحاد كوره هل اتحاد كوره فنيا لا لازم تتكلم برضو على اجيري فنيا احمد بيقول لك اقاله الاتحاد محمد بيقول لك لازم يستقيله محمد بيقول لك اتحاد ومش عايز اقول الكلمه اللي بعدها أه حد بيقول اخرتها يا حسام فضلون بيقول احنا خسرنا البطوله من روسيا مش من النهارده مش انا ده انا بقول ده تاييد للكلام انا احمد بيقول أه وقالوا اتحاد مش الكوره مش هقول بقى بص معايا خد بالك الموضوع بعيد عن فنيا هنقعد نتكلم وان الرساله اللي لازم طبعا اكتر من اللي كانوا في الماتش ما هو ما هو يا محمد خد بالك الشعب, الشعب المصري عنده ميزه بغض النظر ان احنا 80 مليون سياسي 80, 80 مليون صحيح. مدرب بس انت الشعب المصري ما بيضحكش عليه يعني يعني ال 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 الموقف ده اللي احنا فيه انك خرجت اسال اي واحد في الشارع المصري هل انت كنت متوقع ان مصر تاخد البطوله نسبه ضعيفه قوي لك هتجاوبك تقول لك ايوه كل الشارع المصري محللين راجل بسيط في الشارع المتابعين على السوشيال ميديا كلهم رايهم واحد اتحاد الكوره عنده مشاكل منتخب مصر عنده مشاكل فنيا وبره الملعب بلاش موضوع عمرو ورده بغض النظر في تفاصيله يعني اولا ان انت خدت قرار ان عمرو ورده يطلع بره المعسكر ده كان قرار انفعالي لان هم اللي قالوا احنا مش بن... بن... بنستنتج هو طلع قال لك احنا خدنا قرار ان عمرو ورده يخرج من المنتخب بعد خمس دقائق طيب عمرو ورده رجع ليه؟ ضغط اللعيبه هل اللعيبه اقوى من اتحاد الكوره؟ ما ده سؤال برضه لازم احنا نساله هو ضغط اللعيبه ولا ضغط صلاح؟ ولا صلاح كان معاه رفاق اخرين؟ صلاح وال... والكباتن الكبار طبعا <applause> بس ما احنا طيب. ما بس صلاح القصه انا انا لا لا انا ما بشيلوش بس انا لا طبعا انا بكلمك انا يعني انا قصدي انا برضه برد على الناس ضروري ان انا انقل هذا لا, لا انا السؤال. مش برد على حضرتك طيب انا هسالك سؤال بسيط جدا عندما خرج عبد الله السعيد وكانت الورقه البديله هي عمرو ورده في اول لحظه من دخولي ارضيه الملعب ماذا شعرت؟ فنيا وعلى قصه عمرو ورد خليني ارد عليك كده مم. اولا فنيا عبد الله السعيد بسوء اداؤه باللي احنا شايفينه ده عبد الله السعيد ما خرجش من الملعب كويس جدا ده ده فنيا حلو. ليه لان عبد الله بيعمل لك حته رغم ان عبد الله من أسوأ البطولات اللي انا شفتها لعبد الله من أسوأ الاداء اللي انا شفته انا انا عبد الله بالنسبه لي من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها تمام بس عبد الله عبد الله البطوله دي مش هو عبد الله السعيد اللي احنا عارفينه لكن عبد الله بيعمل لك حته ان هو في الـ في الـ في الكره وهي مش معاك بيقفل لك بيبقى ديفندر تالت او او خط وسط مدافع تالت مع النيني وطارق <applause> عمرو ورده مش عامل لك دي دي الحته الفنيه دي اللي كانت قلقاني تاني حاجه عمرو ورده انت لما بتلاعب لعيب اللي هو البلاي ميكر ده انت انت عايز تقلب نتيجه المباراه صح عمرو ورده او انا ارقامه على المنتخب الفتره الاخيره سيئه جدا ما عندوش الخبره ان انا اخش ال18 احاول اخد ضرب جزاء يعني ما عندوش الحته اللي هي الحل الفردي م. اللي هي موجوده عند تريزيجيه عند صلاح م. او عبد الله السعيد م. م. دي الحته دي تاني حته عمرو ورده انا حاسس وهو نازل وشه مخطوف بعد أه. المشكله الاخيره مش ده المنطقي ما طبعا ده الطبيعي ما هو انت كنت من الاول له سبورت دعم وما تخرجوش انا ماليش انا مش مش هحكم لان طبعا بعد طب اللي حصل ده, ده فنيا, فنياً. عاطفيا او او بجوار الزاويه الفنيه ماذا شعرت عبر نزور بقولك وشه مخطوف واحد ما عندوش ثقه في نفسه ده ده نازل هو, هو. طبعا لأ انا عايزك تقول لي احساسك كمشجع لا لو انا قلت ما ما يعني خد بالك دي قضيه بره بره النطاق الوطن العربي لا 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 الوطن العربي القضيه اللي هي عند عمرو ورد او مم. المشكله دي دي بيحسب عليها القانون احنا في مشكله يا جماعه ما هي دي بقى الفكره والمصيبه الـ او الـ انا اسف في اللفظ ان هي مصيبه هي فعلا مصيبه مم. ان انت دخلت اللعيبه المشكلة دي ما هو ده خرج بره المعسكر وخرجوا بره تركيزه انت في معسكر نفس الكلمة دي قالها الكابتن هشام كان في نفس المقعد محمد كيمو بيقول الاتحاد لازم يقدم استقالت النهارده احمد <applause> اشرف بي بي بيوصيك اتكلم عن المجاملات وبيقول رايه لابد من اقالة الاتحاد كلمة باي باي اتكررت أكتر من عشرين مرة قدامي محمد المصري بيقول مدرب عقيم الفكر وهذه زاويه فنيه نتكلم على الحته الفنيه م. طيب الناس بتتكلم على الاختيارات ليه ما هو في ظلم ما بص طول ما انت بيحصل ظلم يا محمد م. ما ينفعش ان انت هتحقق بطوله ما هو ده في اي حاجه في الدنيا بعيد عن الكوره زي ما اتكلمنا عبد الله جمعه ازاي بقى مش موجود انت انت ما فيش حد بيكمل مع احترام الايمن اشرف ايمن اشرف قلب دفاع مع النادي الاهلي عامل مستويات جيده لكن هل هو ظهير ايسر ان هو يلعب طول البطوله لا طب انت حربت الدنيا كلها على احمد فتوح في الاخر ما خدش احمد فتوح وما خدش عبد الله جمعه علامه استفهام نفس النقطه اللي قلناها في الاول طيب رمضان مين اللي اختار ما هو دي بقى الفكره ان المجاملات هنا فين ان وكيل لاعبين مدرب منتخب مصر خفير اجيري هو هو وكيل لاعبين كتير قوي موجوده انا ما اقدرش هت... يعني ما اقولش الاتهام صريح بس انت ف... الناس فاهمه قصدي والناس يعني واحد كاتب يعني طبعا كوميك يعني يقول لك لابد ان منتخب جنوب افريقيا يعلن ك... كتنظيم حاجه يعني دخلوا السياسه في الرياضه والله صدى الصمت اللهم فريق ليس الجيد لكن الشعب المصري جيد عمار استقلت اتحاد الكره والمدرب فاشل أحمد بي هو عراقي أفضل مدرب للمنتخب المصري هو الكابتن حسن شحاتة آه هذه النقطة بقى جديدة في التعليقات محمود يقول أعتقد إنه كان من الأفضل الخروج قدام جنوب أفريقيا البافانا بافانا أو منتخب الأولاد أحسن ما يتم مقابلة نسور نيجيريا وتكون الكارثة كبيرة ايه رايك في التعليق؟ هي هي الفكره طبعا اللي هو ايه الشعب المصري دمه خفيف اللي هو اه إيه اخف من أضع من اخف من أضع بس هي الفكره طبعا ما كده هو انت الطبيعي على الاقل انك توصل مربع ذهبي انت عارف يا محمد يعني ايه صاحب الارض وانت بطل افريقيا سبع مرات انت ده ده حاجه كبيره قوي في افريقيا صح ان انا اخرج بالمنظر ده محمد احنا ما رحناش على الجول. انت لما كنت بتروح على الجول في كرة والله عجبتني اللي كانت في الدقيقه 56 حتى كتبتها البينيه بتاعت صلاح حريريه التمريره لتريزيجيه وتريزيجيه شاف كويس وتحرك كويس ورجليه دخلت وبعد كده مش عارف ازاي حطها في ايد الجول يعني, يعني دي دي بس خد بالك يا محمد ما هو انت جسمه كان معدول محمد انت لازم تشتغل في وسط الجيم ك... انت منتخب مصر فالمفروض انا الافضليه معايا انا انا اشتغل كتير قوي أو عشان اوصل للجول انت اشتغلت كم مره بص محمد في مشكله عند منتخب مصر كانت فنيه و... واجيري قاعد بيتفرج زيه زينا ابسط حاجه المنتخب الكبير اللي عايز يفرض سيطرته جوه الملعب بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها عمليه البناء اللي هي عمليه البيلد انت ما بتكملش من ست لسبع تمريرات على بعض لقدام احنا تمريراتنا كلها إيه؟ تخيل ان الشناوي هو اللي بيبتدي البيلد اب وبتخسر الكوره انا مش بقى... ده الشناوي هو من نجوم البطوله انت خد بالك نجوم البطوله مم. دي ايه بس ده مش دوره مش دور. دور. ليه انت ما عندكش حلول محمد عبد العال بيقول لك يا جوهري احنا ليه بيعملوا معنا كده؟ هو احنا ايه ذنبنا؟ احنا الجمهور انا براحة بالمصري جمهور الكوره الحقيقي ومش عارفين نحضر الماتشات علامات استفهام تاني على مساله انه اجيري بيتقاضى اعلى الاجور عثمان يا رب الكاس الجزائري فيفا الجيري اوكي لا نستحق الفوز ده محمود مصري محمود نصر الدين لا نستحق الفوز واتحاد الكره فاشل مدرب مصري على غرار الجوهري وكابتن حسن شحاته ملهمش في المجاملات هل الوضع ده ده التعليق ده من اسلام فؤاد هل كان الوضع هيكون افضل اه مع المدرب الوطني ليست بالك. عقده الخواجه كما يقال هو انت كانت بعد لازم بعد هكتور كوبر كنت لازم تروح لمدرب مصري. لان انا بحس اه هو عندك ميزه في المدرب الاجنبي ان هو ما بيبقاش موجود عليه الضغوط اللي بتبقى محطوطه على المدرب المصري. لكن في نفس الوقت هو مش حاسس بحاله الشعب لان انت خد بالك اصل المدرب النادي غير مدرب المنتخب. انا حاسس ان اجيري هو مش هو مش عايش معانا. يعني بص مدرب جنوب افريقيا حتى برضو نتكلم بنتكلم على جوه الملعب تحس ان مدرب جنوب افريقيا مقسم الماتش عايش الماتش لو تاخد بالك بص اخر تغييرين هو مؤخرهم. آه. شوف ازاي هو انت اربع دقائق ضيعت دقيقتين قتل الوقت التاني لما, الوقت. لما تدخل هو انا في رايي السبب ده في الجول بغض النظر الناس بتتكلم عن محمود علاء هو السبب وان وان تغطيه لا, لا 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 لا, التبديلات تبديله تبديله المدير التبديل الفني واضحه هي دي الفكره واضحه انت الم ال... ال, ال هنرجع تاني المنظومة نفسها فيها طيب مشكلة طيب أنا عندي, أنا عندي سؤال أه هختم بيه الملف مباراة مصر, مصر. مصر. أه يقال أي بطولة بيخرج صاحب الأرض منها مبكرا يقضى عليها جماهيريا وضع الجمهور بعد إخفاق الفراعنة وخروج البطل المصري البطولة مع الأسف مع الأسف جماهيريا يعني مش هو ده اللي الناس كانت مستنياه. أولا تذاكر غالية جدا بتخش على الموقع الناس ما بتعرفش تحجز بشكل كويس. اللي معاه تذكرة بيجي يخش مباراة كتير قوي يعني مثلا جمهور الزمالك عايز يروح يتفرج على فرجاني ساسي في 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 ويتابعه الملعب فاضي والملعب كله كانت اتقال إن التذاكر اتباعت فما بالك بقى بعد خروج صاحب الأرض أنت هتواجه مشكلة. لإن إحنا إحنا شفنا في بطولات أفريقيا يا صاحب الأرض بيبقى موجود وال... وال... وهنا اللون... حجم الإنجاز الذي تم في أربعة خمسة أشهر ليس بالهين ده عظيم يا محمد. كورة وراء وراء الكاميرات لم يكن بالبسيط. على دماغي, دماغي. خلاص المنتخب خرج. لكن محمد. كبطولة كتنظيم هذا للبلد هذا لمصر. دي قصة تانية أنا بكلمك في قصة ثانية أنت بتكلمني دلوقتي كورة كورة إحنا عندنا مش علامة استفهام واحدة م. مليار علامة استفهام. عندنا مشاكل كبيرة قوي واللي حصل ده أنا في رأيي لازم يتحاسب عليه، لكن لو بتتكلم طبعا إنجاز وبنشكر كل القائمين عليه إن أنت في ست شهور الملاعب اتظبطت، أرضية الملعب الحقيقة هايلة، موقع تذكرتي تجربة جيدة، الفان اي دي، دي الإجابات بس أنا برضو احنا مش هي مش دي يعني يعني, يعني, يعني الكرة احنا بالظبط الكورة عندنا خيبة الأمل. في باقي نتائج <applause> الامس فاز المنتخب نيجيريا النصور على الاسود حامله اللقب الكاميرون بثلاثه اهداف مقابل هدفين لذلك تلتقي نيجيريا مع جنوب افريقيا البافانا بافانا الاولاد في دور الثمانيه آه خرجت آه حامله اللقب والله <applause> ليست مصر والمغرب <applause> انا عايز اقول لك انا قاعد اصلا قبل ماتش جنوب افريقيا طبعا احنا بنسال نفسنا احنا انا مش عايز مش عايز العب الاثنين ما هو انت خد بالك انت قاعد مش مطمن يعني زي ما الناس كانت بتتكلم على كابتن حسن شحاته كنت انت بتقول ايه بتقول احنا مش هيفرق معانا احنا هنلاعب مين شفنا نهائي مبكر النهارده ما بين الكاميرون وما بين نيجيريا الحقيقه الكاميرون ما قدمتش الاداء المنتظر منها كحامل اللقب نيجيريا سيطرت على معظم مجريات المباراه <applause> نيجيريا عندها حلول في الثلث الامامي بقياده ايجالو ايوبي واحمد موسى الحقيقه عملوا جيم كويس قوي النهارده. كلارنس سيدورف برضو علامات استفهام عليه كبيره جدا. ثاني اعلى راتب وحامل اللقب وبيخسر النهارده برضه من دور ال 16. فاعتقد ان تجربه كلارنس سيدورف قربت على الانتهاء مع مع الكاميرون يعني. طيب هاخد منك كلمه ظهري عن منتخب الجزائر. في واحد ما بيقول لي استاذ أه ابراهيم بنروح زمن الجيل الذهبي للمنتخب ما بقاش موجود أه محمد ابراهيموفيتش بيقول المذيع يهدى شويه دي كوره مش نشره اخبار حاضر عينيا الاثنين احمد سعد أه طبعا اجيري لازم يمشي أه بيقول لك ايه رايك في كابتن حسام حسن اه ولا لا عشان نكسب اه طبعا انا من جنوب افريقيا ومتاسف لخروج مصر عبده شكرا جزيلا لهذا التعليق ومبروك آ... لأخواننا في جنوب أفريقيا الجزائر آ... الجزائر في دور المجموعات كان رائعا أداء ونتائج هل يستمر ويصمد في القادم أم لا المغرب كانت هيلة رحنا لدور <applause> الستاشر أنا بالعكس بس الجزائر كانت مختلفة آه ل... جمال بالماضي عامل حاجة أنت شخصية جمال بالماضي شايفها في الملعب عن طريق اللعيبة <applause> انت أه، بتتكلم في 22 او 21 لعيب اشتركوا تقريبا عنده فرقتين أه، شايف شكل الملعب خصوصا الخماسي الهجومي يعني قيدور واقف انت بتتكلم في جولي أه، أه، محرز أه، بلايلي أه، أه، بغداد بنجاح أه، انا شايف منتخب منظم أه، جمال بالماضي مدرب أه، محترم جدا شخصية جمال بالماضي واضحة على لعيبة منتخب الجزائر مرشح قوي جدا 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 ان هو يحرز اللقب وبنتمنى طبعا بعد خروج مغرب المغرب ومنتخب مصر التوفيق للجزائر وتونس فلو بنتكلم على الجزائر لا انا شايفهم طبعا ان هم مرشحين منتخب غينيا منتخب في المتناول الجزائر يقدر عنده دكه بدلاء هايله لعيبه اغلبيتها محترفين تحس إنهم جايين مركزين عايزين يعملوا حاجة تصريحاتهم كلها متزنة قبل البطولة خلال البطولة في المؤتمرات الصحفية سواء قبل الماضي أو اللعيبة مركزين عارفين هم عايزين إيه والدليل النتايج أنت شايف هو تقريبا هو حال بعد يومين من الإخفاق مع المغرب الأسود الأطلسي ومع الفراعنة يعني نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري محاربي الصحراء شكرا يا أحمد شكرا نورتني شكرا, 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 شكرا لكلامك وتحليلك شكرا, شكرا لوجودك معنا وتلبية الدعوة آه يعني هو أنا أنا حماسي في كرة القدم <applause> لا أنكر هذه النقطة لكن على العموم كل التوفيق لمحاربي الصحراء بالغد منتخب الجزائر دوما في أمان الله إلى اللقاء.